ايش وضع السيارة؟ لازم نرجعها اليوم. لا يا شيخ، تبيني ارجع للهلي؟ ماني براجع، لو يصير اللي يصير. الله يقويك، لان صار علي ايقاف خدمات بسبب هالسيارة، ولا قدرت اسدد. ان كانك تبي تجدد خذها وكمل الايجار، ولا تنسى ترك قدحت من راسك وعزمتنا على العشاء. وش بتسوي؟ الله يطول لي عمرك. لا يا شيخ، ابى اعزمكم بقوى مطعم بالرياض، ولا هو بصاير فيصل احسن مني. الله يسلمك. ومن وين لك؟ الله يحييك. انا اعلمك، الله يبقيك. نفتح السوق ب20,000، 20,000، 20,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود، 20,000 ريال، 20,000، 21، 21,000، 21,000 ريال، 21,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود يا جماعة، 21,000، 25,000، 25,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود يا جماعة، 26,000. الله يحييك. انت اللي بايع، طال عمرك هاي سيارتك. اي صح، الله يسلمك. 25، 25، 25,000 ريال. حلالك، مبروك عليك، مبروك عليك. الله يبارك فيك. الحين انت اللي شاري، الله يحييك. اي نفداك. اجل المره الجايه حط على شنب كواكس. الله مير يسلمك. ابشر ولا يهمك، اوكس ايش نبي. سمى المفتاح. كثر الله خيرك يا نايف، لا خلا ولا عدم، جعلك تسلم. والله يحييك، جعله من يسر ان شاء الله. هلا من عسر، اجعله بالعافيه، اجعله بالعافيه. بس غريبه شغله اليوم، ماشي ما جاز لي اكله مثل اول. والله صدق الشيف اليوم اضبط الاكل. بس كثر خيرك. 8200 وتقول ما جاز لك؟ جعلك تغص، اقصد جعله يحدر. 8000 يا رجال. 8000 يا رجال ولا شيء، شكلك زبون ومسوي لك خصم. انا ما قد جيت هنا وطلعت الا ب10000. ابى اعطيكم معلومه بس عن اخوي نايف جعله يسلم. مره من المرات طالعين نتمشى، قال ابغى تعشى. قلت سامي وش تبغى؟ قال ابغى فول وتميس. مسكت على فول وتميس، تصدقون؟ رحنا واكلنا وعينا من الله خير. جت الفاتوره، ناظر الحساب الا كم؟ 30 ريال. لو شفتوا وجهه كيف تضايق وزعل، والله ما تكملون اكلكم. راح يركض للكاشير، يا حبيبي هذه 3000 ريال، عني وعن الموجودين كلهم. كريم جعله يسلم. اي صح صح. اقول بس يا مدير تعال خذ الاكل، باقي سفري. في واحد اسمه عامر بن علي بياكله بكره وبعده لمده اسبوع قدام، حتى بيصور اسلام. يا اخوان ترى بايع سيارته توه، ادعوا له. الله يسلمك، محتاجين والظروف صعبه، علينا ايقاف خدمات ونبي 5000 ريال حق تجاره الجي كلاس وعشاء في العود سكوير. جعلك سالم. مو بالدوسري حقتنا.